توفي الرئيس محمد مرسي. أدعوكم سيد الرئيس وأدعو زملائي إلى تلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. فضل نقطة نظام أستاذة فاطمة المسدي. شكرا سيد الرئيس. المؤسسة هذه مؤسسة برلمان، هي مؤسسة برلمان تونسية، يعني ميتوا عليها ناس باش تقعد ديما دم تونسي، لا لإخوانة البرلمان التونسي ولا لترحم على زعيم الإخوان المسلمين. احنا ما نحبوش نعملوا سياسة هوني، الناس الكل كيف كيف. إذا كان ثم حركة النهضة ترتبط بالإخوان المسلمين، أنا أدعو إلى تصنيفها حركة إخوانية وتصنيفها حركة إرهابية في هذا المجلس، ولا للترحم على السيدة. أفضلكم. شكرا سيد الرئيس. أتقدم باسم الشخصي وباسم زملائي وباسم الكثير من التونسيين بأحر عبارات التعازي للشعب المصري الشقيق في وفاة أول رئيس ديمقراطي منتخب بشكل ديمقراطي في مصر الشقيقة في تاريخها. أدعو إلى تلاوة الفاتحة وشكرا. الأستاذ فيصل التبيني تفضل. ما نفضلكم؟ لا أرجوكم. تفضل 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 أستاذ. شكون هو باش تزيدوا أستاذ رونا كلمة في مجلس النواب؟ ما تكلموش، خلينا نتكلموا يا عاش خويا. سيد رئيس سي نور الدين البحيري عايشك، الموضوع هذا موضوع خلافي، والموضوع هذا ما هوش موضوع برلمان تونس، الموضوع هذا فيه تقييمات، واللي حب يترحم على مرسي احنا نترحمه معاه. هذه نفس مؤمنة مات الله يرحمه، لكن المسألة ما تطرحش في برلمان تونس، المسألة هذه فيها خلاف. عايش خويا الموضوع هذا تحبوا تعملوه عملوه في الحزب نتاعكم، ما هوش في برلمان التوانسة. شكرا. هالأمة احتضنت تسامح كبير ياسر، راهو ابن عباد اللي كان أسيع عند المرابطين لما مات قاموا عليه صلاة الجنازة، الدولة المرابطين قامت عليه صلاة الجنازة، وبرقيبة نتهمه في برشا أشياء كان أقام على خصوم الإيديولوجيين أنه مات معزل السيد قطب. كفانا استثمار في الأمور هذه، روعيب هذا استثمار في الموت. الزملاء ترحوا ترحب معناها على شخص ناس تعتبره رئيس، ناس تعتبره معزول، انا كل مش مهم، شخص كافي وضع ما يساوي، وتردوا ترحموني باش يزيدوا، اش باش يعينوا يزيد. احنا محترمين الدوله المصريه وسياده الشعب المصري ورئيس مصر ومؤسسات مصر، ولا دخلنا في ذلك. انسان مات في وضع انساني مش ترحموا عليه يا رسول الله، بلغنا المنحدر للاخر، ما عايش منحدر بعد المنحدر هذا. ما نفضلكم. الذي يريد أن يتخذ الموقف السياسي يتخذه في حماه، أما أن يطلب منا أن نقرأ فاتحة على معنى اعتبار إنساني فنحن نقرأها بهذا المعنى فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نرجع